بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الجهة الغربية فيه، وفي يوم الخميس 22 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننقل لكم إفطار هذا اليوم الطيب المبارك. وانظروا أيها الأحباب، هذه المباسط هنا معروفة، يقوم القائمون عليها بشراء وجبات من البيك، وهو المطعم المحبب لكثير من الناس، ويقومون بتوزيع هذه الوجبات على الصائمين، يعني يختارون أطيب الوجبات لتوزيعها على عباد الله الصائمين. وهذه الوجبات عبارة عن دجاج مسحب مقلي كما ترون، يتم توزيعها على الجالسين في هذه المباسط. ما شاء الله العدد كبير 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 كما ترون، يعني العدد ليس صغيرا البتة. الله يتقبل منهم، يجزيهم الخير، يبارك فيهم إن شاء الله. وسندخل بعد قليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كما ترون يوضع الخبز أيضا هكذا. أمر انظروا يا الأحباب، هذه الوجبات، وجبات البيك ما شاء الله تبارك الله. وهنا جزاهم الله خيرا ورفع مقامهم وبارك فيهم. هنا هذه الوجبات، وجبات البيك. السلام عليكم ورحمة الله، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يجزيك الخير يا عم ويبارك فيك ويكثر الخير عليك إن شاء الله. أبشر، الله يجزيكم خير ويرفع مقامك إن شاء الله جميعا. سلمت ويجعل قدوة حسنة لأمة سيدنا محمد، الله يبارك فيك، الله يجعلك مبارك. شكرا يا سيدي، دعوات مباركة، الله يجزيكم الخير، الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظروا أيها الأحباب، ما شاء الله الروح الطيبة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وندخل الآن إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم درجة الحرارة تعدت 50، ورغم ذلك فالطقس فيه غمام والمراوح مع الرذاذ. بفضل الله تعالى لا يحس المرء بشدة الحرارة. وأمامنا باب السلام. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله. السلام عليك يا سيدي يا أبا بكر الصديق. السلام عليك يا سيدي يا عمر الفاروق، جزاكم الله عنا خير الجزاء. نشهد أنكم قد أديتم الأمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. انظروا أيها الأحباب، أستطيع أن أقول أن أعداد العمار والزوار والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زادت بشكل كبير، بشكل كبير ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. الأعداد زادت وهذا شيء طبيعي مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل. فإن انظروا هذه الوجبات موضوعة في أكياس. يعجبني كثيرا تنظيم الوجبات ووضعها بشكل جميل مقبول محبوب لا للناظرين. فإن العين تأكل قبل الفم أحيانا، بل دائما. وهنا كذلك المباسط من الطرف الآخر، كلها خير وبركات كما ترون. وكما ترون فإننا نسير هذه الوجبات المتنوعة في مسجده الكريم صلى الله عليه وسلم. جزى الله القائمين عليها كل خير. وهذه ساحات مسجده المبارك صلى الله عليه وسلم. وانظروه سبحان الله، والآن الساعة 6:55، بقيت دقائق، أقل من 10 دقائق.
انظروا أيها الأحباب ما شاء الله تبارك الله. ونريد أن نريكم مدخل المسجد الحرام من الجهة الغربية، باب الملك سعود، باب رقم 8. كما ترون أيها الأحباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا انظروا أيها السادة، هذه المراوح، هنا يجتمع الأحباب في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذه جمعيات التكافل تسعى في تفطير الصائمين. ما شاء الله الزحام شديد جدا جدا جدا، ولكن القلوب الطيبة واسعة. انظروا يا الأحباب، هذا الماء الذي يسقى منه الصائمون. وهذه لحظات الدعاء الطيبة المباركة، حيث يخلو العبد بربه ويناجيه: يا رب يا رب يا رب، أدخلنا في دعاء عبادك الصالحين، واجعل لنا معهم أوفر الحظ والنصيب. وهذه أيادي الكرماء توزع التمر والرطبة على عباد الله، خذ ما تريد. الله يجزيك الخير ويحفظك، سلمت. انظروا يا أحباب، كلهم يريد أن يكون صاحب اليد العليا. وهذا قسم النساء خلف هذا السور، كل هؤلاء الكرام البررة يتمنى أن يعطي قبل أن يأخذ. كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا: من فطر صائما كان له مثل أجره. فأن تضع في فمه لقمة أو تمرة، أو تعد له وجبة، أو أن تسعى بخير. انظروا أيها الأحباب، وهنا يتم توزيع. حتى يتم السفر. والله انا لو وديت واحد خلاص حتخرب العمليه كلها. الله يجزيك الخير ويعطيك العافيه ان شاء الله. بسم الله. كما ترون ايها الاحباب، يتم توزيع طعام الافطار بشكل مرتب ومنظم وجميل. إخواننا المعتكفون اعتكافهم في الدور الثاني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. ومن هنا تؤخذ الأكياس لوضع الأحذية فيها. ونحن نسير في ساحات هذا المسجد المبارك الكريم الطيب. ومن هنا يدخل المرء إلى السطح بعد أن يبرز بطاقة الاعتكاف. هذا الباب يذهب المرء منه إلى السطح، إلى مكان الاعتكاف. وهذه السلالم هنا تذهب بالمرء إلى أعلى. انظروا أيها الأحباب، ثم يصعد المعتكفون بعد ذلك عبر الدرج إلى أعلى. هذه حيطان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساحاته الكريمة العظيمة، وقد امتلأت بجموع المصلين. وبقي على الأذان 3 دقائق بمشيئة الله تعالى.
ومن تقدم أكثر يستطيع أن يفطر. حياك الله يا مرحبا. يستطيع أن يفطر مع عائلته في هذه النواحي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. هنا يفطر الناس مع أسرهم وعوائلهم في مسجد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينهوا ترجع بهم أقدامهم إلى الخلف حتى يستووا مع الصفوف. وهناك في آخر الشاشة يظهر لنا سور بقيع الغرقد. السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا تظهر القبة الخضراء المكرمة الغراء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا خاتم رسول الله. اكتمل جمال هذا المنظر الأخاذ في هذه الليالي الطيبة المباركة الكريمة، ليالي العشر. وهذه رؤية محيطية لمسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب هذا باب قباء، باب رقم 5، وأمامه باب الهجرة، باب رقم 4، ثم باب الرحمة، باب رقم 3، ثم الخوخات، خوخات الصديق، باب رقم 2، ثم باب السلام، باب رقم 1. وهذا الباب الذي في الأمام ملحق بموضع الأئمة ودرب وموضع الجنائز كذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف لنا فيما جرت به التقادير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يؤول، ونسألك إيمانا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. واغفر لنا وتب علينا وارحمنا يا مولانا يا كريم، وارحمنا يا عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذه لحظات الدعاء الصادق من القلوب المؤمنة المتضرعة إلى الله تعالى، أن يختم لنا ربنا بخير، وأن يعيد علينا شهرنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. انظروا هذه ألبسة إخواننا في مبرات الخير على اختلافها، وقد جاءوا يوزعون الطعام. انظروا أيها الأحباب، كل من جاءهم لا يرد خائبا أبدا كما ترون، لا يرد خائبا أبدا. هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة المحمدية القوية. لعلنا نأخذ منهم ماء نشربه. السلام عليكم. موية باردة، الله يحفظك. سلمت، الله يجزيك الخير. شكرا يا سيدي، الله يحفظك، ما بتقصر، الله يجزيك الخير، صحتين وهنا. الآن بسم الله، في هذه الدقائق الآن، أي والله بديع، أي والله بديع، عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، عند حبيبنا رسول رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لا تحرمنا، واسع فضلك علينا يا كريم.
ونتمنى إخواننا جميعا لو كانوا معنا في من الفردوس الأعلى جميعا برحمتك الواسعة يا كريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، حرر مقدساتنا يا رب العالمين، أعز أمتنا الذليلة، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، أصلح أحوالنا والطف بنا وبالمسلمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذه ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترقب الآن رفع أذان المغرب بحول الله تعالى وتيسيره وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعواتكم الله يحفظكم يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يفطر الصائمون. أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأردنا اللهم على حوضه الشريف، واسقنا من يديه الطاهرة الطيبة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وهكذا رفع أذان صلاة المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.